غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام سابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق حلاما حياتنا غير لما. السلام عليكم ورحمة الله، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا الفتور غانم يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج حياتنا أحلى. تتساوى المساوئ حين يكون التدخين باختلاف أنواعه وطرائق تعاطيه سببا لمعظم المشاكل الصحية التي يعانيها الإنسان في مختلف مراحل حياته. فما الذي نعنيه بالتدخين السلبي؟ ولماذا يخشى المتخصصون والأطباء من أضراره الجسيمة رغم عدم تعاطي المتضررين منه أي منتجات تبغية؟ ما هي الأمراض الناتجة عن استنشاق دخان السجائر الخارجي مع زفير المدخنين؟ ثم أي وسائل ناجعة ينتهجها الأهل لإقناع أبنائهم المراهقين بترك آفة التدخين؟ وهل يمكن أن يكون الأهل بحال من الأحوال ضمن قائمة الأسباب المؤدية لإدمان أطفالهم على التدخين؟ التدخين السلبي وخطر الإدمان على الأطفال والمراهقين هو موضوع عددي هذا المساء، أناقشه مع ضيوفي هنا في الاستديو، الأستاذ ساسي موسى اختصاصي الإرشاد النفسي وتعديل السلوك، وعبر الهاتف الدكتور علي التركي اختصاصي الأمراض الصدرية والدرنية والمتحدث الرسمي بوزارة الشؤون الاجتماعية فرع مصراتة الأستاذ فتحي لاغا. ورحب بك أستاذ ساسي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك على الحلقة، وخاصة موضوع التدخين، يعني موضوع حساس. نعم أستاذ ساسي، لعلنا جميعا نعي معنى التدخين، نريد بداية أن تعطينا نبذة سريعة عن ماهية التدخين، وتحديدا عن ماهية التدخين السلبي. التدخين حسب معلومات الناس ومعلومات نحن كلنا، يعتبر هو موضوع يعني قديم حديث، يعتبر من أحد الأدوات أو من أحد الأشياء اللي تسبب مشاكل للإنسان بصفة عامة، وهي أداة خطيرة أو نسموه فيه إحنا بالموت الساكن، نسموه فيه بالموت البطيء اللي جتلم على العالم. التدخين تعتبر عادة منتشرة في العالم، ما فيش دور العالم تعانيش مشاكل التدخين، وإحنا المشكلة أكبر من هيك، مشكلة التدخين السلبي اللي هو الإنسان اللي يستنشق الدخان من شخص المتدخن بصفة عامة، اللي ممكن يتلقى مثلا البكتيريا أو الميكروبات أو الزفير المختلط بأمراض ممكن مصاحبة للشخص مدخن بصفة عامة. والتدخين زي ما قلت تطور مشكلة كبيرة عالمية، لأن آخر أحصائية تقول في العالم أن الأرقام كل يوم تزيد لحالات الوفيات ناتجة عن التدخين، سواء كان هو التدخين المقصود هو الإنسان المدخن في حد ذاته، أو حتى التدخين السلبي اللي له عدة مشاكل خاصة على الأجنة أو حتى المرافقين للناس اللي تعايشوا مع شخص مدخن، سواء كان الأطفال الموجودين في المنزل أو الناس المتواجدين حتى في المجمعات الإدارية بصفة عامة وفي المخاض نتاع الشغل اللي تلقى معهم ناس تدخن متواجد معهم في نفس المكان بصفة عامة. يعني التدخين السلبي هو يعني أن نجلس بجانب المدخن وأن نستنشق هواء الزفير الذي يخرجه المدخن. وهذا التدخين السلبي ومشكلته احنا بدا ينتشر وبكثرة، يعني للأسف الشديد يعني تلاحظنا ما عادش في إحياء من الشخص أنه هو اللي يدخن، يعني بصراحة وصلت درجة حتى في المناسبات الاجتماعية صبح منتشر خاصة في المآتم، وهذه طبعا مشكلة خطيرة جدا جدا ولها عدة أشياء سلبية حتكون عليها المجتمع بصفة عامة، خاصة المراهقين والأطفال لما يكون الظاهرة منتشرة وما فيش حد من يتكلم عليها، احنا نقول فيها ولا حد حط لها حد، يعني أن كل يوم تزيد وتزيد على حدها للأسف الشديد. أصبح المدخنين عدد تحم كبيرة جدا جدا، وحنطرقوا الأرقام وحنطرقوا الإحصائيات بخصوص هذا الموضوع والأسباب انتشار نتاعها. يعني نعم، يعني حينما نتحدث عن التدخين سيتبادر إلى أذهاننا مباشرة هو التدخين عن طريق السيجارة، لكن لا شك أن هناك أنواع أخرى للتدخين، لو حدثتنا عن هذه الأنواع أستاذ. هو كم تكلم على الأنواع كتدخين باستخدام الدخان في ثلاثة طرق، اللي هو السيجارة العادية والأرجيلة وبالغليون هو البيبة احنا نسموه فيه، لكن في طرق أخرى هي طرق الاستحلاب اللي هي المضغة والنفع، هو المص، عملية المص يعني استخلاص مادة نيكوتين، وفي بالعلك
في نوع من العلكه ونوع من المستكه حتى يتباع وسطها ماده نيكوتين. هذه انواع نتاعها وحنا نقرنوه باسم الدخان كشيء تشعل فيه النار اللي هو السيجاره العاديه ولا الارجيله وزي ما قلت لك الغليون اللي هو البيب. نعم. هذا اسمه فيها. اذا تختلف الانواع وبالتالي تختلف طرائق الاستخدام وتتنوع. اكيد. كمن بالنسبه لطريقه الاستخدام هي اسهل شيء كطريقه الاستخدام عندك النفه نحطهم بحكم تنحط وسط الفم تم استحلال نتاعها اللي هو عباره عليه ورق نتاع الطبخ تم تجويفه بطريقه معينه وتخليه بطريقه معينه. وعندك اللي سهل نفس القصه اللي هو السيجار العادي لكن اللي يبي تحضير ويبي برنامج طويل عريض عندك اللي هو الارجيله هذه تبي تجهيزات نتاعها تبي معداتها تبي شيشتها تبي كلها. وعندك بالنسبه للغليون نفسها او البيبه حتى تبي حتى المستحضرات نتاعها تبي برمجها والمضغه حتى تبي الورق بيفردهم وبيدقهم بينقعهم في ميه وبيبسهم بيدير يعني عده طرق يحضروا بها طريقه التدخين يعني. نعم. هو كله طبخ في الاصل نتاعها كله طبخ يعني. طبعا هي انواع متعدده سواء التي كانت عن طريق التدخين مثل السيجاره مثلا او الارجيله او عن طريق الاستحلاب كما ذكرت بعض الانواع. طيب هل يمكن ان نصف تعاطي هذه الانواع من التدخين بانها ادمان او ان نصفها بانها تعاطي التدخين لان هذا يؤدي الى الادمان على التدخين في الحقيقه؟ هما كان بنقسموهم لثلاث اقسام، في متعودين على التدخين وفيه متعاطين التدخين وفيه مدمنين على التدخين. لو نعيد، عندنا متعاطين للتدخين متعودين مدمنين متعودين هم الاولين. وفي عندنا المتعاطين متى في المدمنين، هم ثلاثه انواع. المتعودين متى متعود مثلا ياخذ في اليوم سبسي او سباسي او ثلاثه سباسي متعود يعني. نعم. متعود انه ياخذ في سبسي. المتعاطي حياخذ لك باكو الى باكو ونص، اما المدمن يوصل زوز قراطيس دخان يوصل، شو بنقول لك كل نص دقيقه او كل ربع ساعه بياخذ سبسي مدمن، ان الجسم صار تسمم، صار تسمم دوري ومزمن في الجسم نتاعه، يستحق الجسم ديما النيكوتين يستحقه، ما عادش في ساعات طويله لا، اذا استحقاق ديما تعطي نص ساعه ربع ساعه نقولوا مدمن، وتلاحظ حتى في شهر رمضان يتعبوا في اليوم الاول والثاني والثالث، تلقاه ياكل لك سبع ثمانيه حبوب في الافطار وسبع ثمانية حبات ياخذهم في السحور. هذا موضوع رأي خطير جدا جدا طبعا، طبعا المعدة تتغلف مادة النيكوتين وتصبح طبعا مادة النيكوتين هي المسيطرة على الهرمون اللي مثلا تقول اللي بيحفز الانسان باش بيرقد باش بيرتاح باش تغلب الالام نتاعه، يصبح اللي غالب في الجسم او قاد على الهرمونات اللي هي تحمينا من الاوجاع من التصدعات في الجسم ومشاكل بصفة عامة، يصبح النيكوتين هو اللي حاكم في هالموضوع هذا. نعم، عندنا التعود وعندنا التعاطي وعندنا الادمان، لعله من الادق أن نصف هذا بمراحل التدخين. صحيح. ليست أنواع للتدخين، لأن التعود سيؤدي بالطبيعة إلى التعاطي والتعاطي سيؤدي إلى الإدمان. يعني لن يكتفي طول حياته بسيجارة أو سيجارتين في النهار. معلش، إحنا قسمت الحالات على هذا المنوال زي ما قلت حضرتك أنت، وإحنا شفنا لكن لاحظنا نسبة 90% متعاطين التدخين. الإدمان لقيناه 5% ومتعود لقيناه حتى نص القصة 5% الزوز في نفس الكفة. من اللي يوصل لدرجه الادمان اللي يعانوا من ضغوطات عندهم مشاكل، تلقى سكت الدخان ما يستريحش نفسانيا الا لم يرقد سكت الدخان تحت راسه، او تلقى في داسه تحت الكرسي تاع السياره نتاعه وداسه في الكجر نتاع السياره. نحن نقول راهو مدمن يعني زعير الصغير ما يقولكش لما تكون زلبحه في جنبه، لكن زي ما قلت لك 90% راهم متعاطين للتدخين، يعتبر متعاطين خاصه اذا دخل لك في باكو باكو نص هذا متعاطي. طيب لو طال الامد به سنوات وهو يتعاطى التدخين، يعني نصف بأنه متعاطي، هل النشوة التي تحدث في الدماغ هي ألا يحتاج إلى زيادة عدد السجائر التي يتعاطاها في النهار مثلا؟ ما في ارتباط مشروط، يعني الشيء هو ارتباط احنا نسموه في ارتباط نفسي، ويكون في ارتباط نفسي بالمادة نفسها ممكن يزيد من الجرعات. نشوف احنا قدرة احتمال بتاعت الإنسان بصفة عامة، طب ممكن النيكوتين القدرة الاحتمالية فيه ضعيفة مش زي الحشيش وزي المخدرات كانوا نتكلموا. تعرف لو كان احنا بنستخلص النيكوتين اللي موجود في الدخان نفسه القطرة الواحدة كان تنقعها في فرشة بتاعة زواق صغيرة تكفي زي ما قلنا نص الخباز جلد أرنب كامل. واحنا لله الحمد معظم الدخان اللي يجي في ليبيا أو حتى العالم مستخلصة من مادة النيكوتين، لأن هي غالية المادة هذه، تستخدم كمبيد حشر وتخش في مواد كيماوية وتباع بأسعار غالية جدا جدا وباهظة الثمن. لكن يخش الدخان اللي فيه نسبه النيكوتين عاليه تشوف شنو يدير من مشاكل، تشبح تشبح المدار نتاعه وتشبح المآسي نتاعه لوين توصل. وهذه مشكله كبيره. في نقطه بنقولها لك معلش سامحني هنا. احنا مشكلتنا في ليبيا من اربع سنوات وتعالى جاي بدات تخش لنا انواع من الدخان في ليبيا سيئه جدا جدا راه.
سيئه، طرق التخزين تاعها رديئه جدا جدا، فنسبه عاليه من الكروسين ومن القطران فيها. هذا راي موضوع خطير جدا جدا، حتى الضيوف اللي بيخش معنا باذن الله سبحانه وتعالى زي ما ذكرت في بدايه الحلقه حيذكروا لك العياده كيف زحمه من الناس هما، وبشكل غريب جدا احنا لاحظناه في السنوات الاخيره من مآسي اللي تصير لهم نتيجه للتدخين اللي تعاطوا فيه. وخلي على الشركات اللي تكذب على الناس، سامحني في الكلمات والدعايات، سب سرقيق وسب كذا كذا، كلها ما هوش مضبوط. راهو زي ما نقول لك معظم الدخان او التبغ يخش ليبيا السنوات الاخيره كلها راهو رديء جدا جدا. مش نقول لك درجه 3 درجه 50 او درجه 60 يعني. ما بالك عاد المواد الغذائيه. طيب استاذ، نريد ان ناتي على الاسباب المؤديه الى التدخين، سيما عند المراهقين، التي تلجئ المراهق الى التدخين. ما هي ابرز هذه الاسباب؟ لما بنجي للمراهقين وخاصه فئه الاطفال اللي بيخشوا سن المراهقه، اكثر الاسباب اسباب سلوكيه نفسيه تربويه. سلوكيه هي وتقليد سلوك الغير، ممكن يكون بو يدخن، عم يدخن، الخال، المعلم، يجي بحالي مثل التلفزيون وبطل فيلم يدخن. اسباب تربويه ما فيش من ينصح في الحوش، من يقول هذا صح وهذا غلط وش النظره نتاعه. اسباب نفسيه ممكن مشاكل اللي تحيط بالطفل في حد ذاتها او المراهق، ممكن عنده مشاكل من التراكمات، يعتقد ان هذا منفس لانه يطلع من اي مشكله. ويشوف المراهقين اللي معاه في المدرسه، اي حد صارت اي مشكله طول بيولع السبسي، يلقى زي الدريعه لنفخ المشاكل نتاعها او نفخ الشحنات اللي عنده الزايده في السبسي هو او في الدخان هذا. هذه الاسباب اللي ممكن يختص بها المراهق او الطفل بصفه عامه. نعم، وبالتالي على راس هذه الاسباب هي مساله التقليد. اكيد طبعا الاعلام حسوكية. لم يقصر. اي ما قلت لك من ناحيه سلوكيه، إيه؟ بدنا بيقلد لك امه وابوه ولا خاله ولا عمه ولا حد يمثل في التلفزيون زي ما قلت حضرتك، اللي نقصفها احنا من ناحيه سلوكيه يعني، تقليد لسلوك الغير يعني. طبعا نعم. هو اكثر شيء نسبه حوالي 80% توصل للتقليد اللي هو السلوك يعني. نعم، نريد ان نواصل في هذه الجزئيه تحديدا، وهي الدور الذي لعبه الاعلام في غرس هذه الظاهره في نفوس الاطفال والمراهقين. لكن بعد ان نخرج لهذا الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نواصل بعده باذن الله. كرما ابقوا معنا. وفيها يفرح الغاتنا غير لما تملى بالخير، وفيها يفرح الغير مع المغردين الدكتور محمد مختار الشنقيطي. من انشغل بأخطاء المظلوم عن أخطاء الظالم فاعلم أنه مغفل لا فهم له، أو بليد لا ضمير له، أو جبان يتستر وراء طول اللسان ليبرر عجزه. مع المغردين. حياتنا غير لما تملى بالخير، وفيها يفرح الغير. السلام عليكم، حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع التدخين السلبي وخطر الإدمان على الأطفال والمراهقين. وضيفي هنا في الاستديو الأستاذ ساسي موسى، اختصاصي الإرشاد النفسي وتعديل السلوك، وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور علي التركي، وهو اختصاصي أمراض صدرية. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك. دكتور علي، هل أنت في الاستماع؟ دكتور علي، طيب يبدو أن الاتصال قد انقطع، لعل الإخوة في الكنترول يؤمل الاتصال بالدكتور من جديد. أستاذ ساسي، كنا نتحدث عن دور الإعلام في رسخ هذه الظاهرة، في رسم صور جميلة للتدخين ولأنواع الماركات المختلفة للدخان، والتي ربما يروج لها نجوم الرياضة ونجوم السينما ونجوم الدراما. هي جد فترة صح صارت هجمة كبيرة على خصوص الموضوع، هو أن التدخين فيه فائدة وأن كذا يورف البطل نتاع الفيلم والمسلسل والرياضة زي ما قلت حضرتك. نعم. لكن في السنوات الأخيرة صارت فيه صح بخصوص الموضوع، هو خاصة في بعض الناس اللي توفت وتقاضت الشركات مبالغ مالية كبيرة زي شركة منبورة، كان بنتكلموا بعض الشركات يعني المعروفة في العالم بصفة عامة، صار في تخفيف. لكن صار في شو بنقول لك، حاربوا من جهه لكن ردوه من جهه ثانيه بطريقه عكسيه، ردوه للاسف الشديد، لان معظم الافلام والمسلسلات اللي تفرجها مراهقين الاطفال كلها تلقاها من المدخنين، ليس التدخين فقط وشرب خمور و
والمخدرات كلها بصفة عامة خاصة مش قلت الأرجيلة. المخدرات لا، لكن الخمور منتشرة، شربة المسلسلات الآن منتشرة على المحطات العربية. خاصة المسلسلات التركية للأسف الشديد، حتى العربية بصفة عامة في فن في أنواعها في أشكال نتاعها. واللي أخطر من هيك تو شو بنقول لك، يعني صار ترويج للأرجيلة للأرجيلة أكثر من السيجارة العادية، وهي الخطورة نتاعها تكمن أكثر من الدخان العادي. وحين نعرف أن كرسي الأرجيلة الواحد يعادل من 80 إلى 90 سيجارة، هذا موضوع خطير جدا جدا. خلي عاد المواد هل هذا دقيق؟ أكيد دقيق 100% دقيق. كرسي أرجيلة يعادل من 40 إلى 80 سيجارة على حسب كتافة اللي هو احنا نسموه فيه الطبق المحطوط فسطة. المقاس نتاعها ما زالت أضعاف نتاعها أكثر، نتعرف يستخدم طريقة التخمير يدخلوا فيه حتى في الميزانية الفسط التخمير نتاعها يعادل الخمر والعياذ بالله. إذا كان نجي نتكلموا من ناحية دينية حكم الخمور، كان نتكلموا على المعسل الموجود في رجيلة، الناس يقول لك لا والله رجيلة أقل أثرا من الدخان العادي، والله ندخنها أسبوع في رجيلة خير من ندخن كل يوم سبسي. أنا نقول لك تدخن كل يوم سبسي أبرك لك تدخن في شو اسمه في أسبوع كرسي رجيلة، خلي مدار نتاع الرجيلة نفهمني فهمني. نسأل الله أن يعافينا من هذا. زمان كانت في علكة منتشرة على هيئة سيجارة وموجود، كانت تعزز فينا الشعور بأننا كبرنا وصرنا رجال وكذا. لحقت عليها أنت؟ موجودة المستيك هذه بند لحقت عليها كويس، أنت ديما مش لاحق وأخيرا لحقت المرة هذه. موجودة زمان صح، خشت ليبيا عن طريق مصر. طيب احنا نبغى نلحق مستيك على هيئة سبسي موجودة صح، شوكولاتة على هيئة سبسي موجودة. نبغى نلحقه على الدكتور علي التركي كي لا ينقطع معه الاتصال من جديد. دكتور علي اختصاصي الأمراض الصدرية، حياك الله. ألو السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور هناك دراسات تقول أن معدل تنفس الأطفال أسرع من البالغين، فهم يستنشقون دخان السجائر بكميات أكثر من المدخن نفسه. كيف تتابع وعي الأبوين بالمشاكل الناتجة عن وجود أفراد مدخنين داخل الأسرة، وبالتالي يعني يتأثرون بخطر التدخين السلبي؟ هذا المساء يكون في هذا الحضور. الله يمسيك بالخير. شكرا على المداخلة هذه. طبعا التدخين للأسف الشديد من العادات السيئة للمجتمع الليبي، مع ضعف في توعية صحية تجاه الموضوع هدايا التدخين، بالذات بالأخص الآباء اللي دخلوا في البيوت وفي الأماكن العامة. التدخين السلبي طبعا يعتبر تمت الاحصائيات، اخر الاحصائيات والدراسات قالت ان التدخين السلبي مدخن كانه يعتبر مدخن، وتاثيراته الصحيه هي نفسها تاثيرات مدخن نفس المدخن. نعم. طيب انتم كاختصاصيين وكأطباء، ما الفئات العمرية التي تستقبلونها والتي تعاني إشكاليات نتيجة الأدخنة المنتشرة أو نتيجة التدخين السلبي تحديدا؟ بالنسبة للفئة العمرية طبعا هتكون مختلفة كل الفئات العمرية. عادة يكونوا هو العامل الأكبر في التدخين داخل المنزل، وتبدأ القصة بأنه هو في ديبيتيشن اللي هو تهيج في الشعب الهوائية، بداية من الجهاز التنفس العلوي اللي هو الأنف والحنجرة. وبعدين ينتقل، لو كان استمر عملية التدخين السلبي هذه تستمر التهيج هذا يوصل للرئتين، وينتج عن ذلك تحسس. نعم. للربو صدري اللي هو حساسية الصدر، ويبدأ مزمنة ويبدأ في مشكلة في التنفس. نعم. طيب دكتور أريد أن أختم معك بهذا السؤال، هل هناك جهود وبرامج توعوية تبذلونها لتوعية الأسر عن أهمية الإقلاع عن التدخين وخطورة هذا الأمر على صحتهم وعلى صحة أبنائهم وأطفالهم؟ طبعا أول حاجة بنشكرك أنت، أنت بديت بالموضوع وإحنا بادين بالفعل. وبالنسبة لي يعني عن نفسي، يعني المركز الوطني لمكافحة الأمراض دائما في ورق تبس وفي برامج توعية بالنسبة للتدخين بالتحديد، لأن التدخين تعتبر من العادات السيئة جدا. نبي ملاحظة نبي نقولها للإنسان اللي موجود معاك، قال الفرق ما بين الأرجيل أو التدخين السيجارات، اللي هو قال لك يفضل أنه يدخن سيجارات وما يدخنش أرجيلة. هو على فكرة الأستاذ ساسي موسى هو الضيف.
زميلك في المركز. زميلك في المركز. فلا يفضل ان احنا نغلط نفس الكلمه اللي هي لا يدخن لا جيله ولا مفروض يعني. هو المفروض ما يدخنش من الزوز لكن أيوة. في ما يا دكتور علي كيف حالك رانا قبل كل شيء بارك الله فيك قلت لك يا دكتور علي في من يجي يقول لك انا والله ندخل في اليوم في الاسبوع رقيله خلي من سبسي قلت له رقيله يا راجل اول شيء الامراض الفيروسيه خلي التطريق التحضير نتاعها ومشاكلها لا مزوز لا مزوز الزوز يسيبهم في ظله احسن له يعني ايوه ما نعطوش خيار لا نعطوا خيار للمريض ان هذه افضل من هذه نعم فيفضل ان احنا نقعد على نفس الكلمه ان هم ظهر وان اخطارهم الظوظ متشابهه وتقارب انها تكون مشابهه هو بالعكس النرجيله اخطر اكثر لان فيها امراض اخرى تنتقل مع التيوب نتاع الرجيل هذه نعم شكرا في سكر جزيلا في يا دكتور علي في سكر في الدماغ في ايه عارف وهذه مهمتنا احنا في التوعيه ان احنا نعم شكرا جزيلا لك الدكتور علي التركي اختصاصي الامراض الصدريه كنت معي عبر الهاتف استاذ ساسي وقعت في ورطه والله لا موقعش ورطه هو صح كلامه صح مظبوط لا انت قلت ما هو احنا نقول لك حاجه نعم. لما يجيك المريض في الاول طبعا بيجي العياده بتاعت الجهاز التنفسي لوط عند في مركز الدكتور محمد صالح مستشفى الدار القرجي الحالات اللي ما عادش يقدر يتفاهم معاهم بكره تلاقاه يدخن ويجي عاين يحولوه احنا عندك اخصائي نفسي ندرس معاه شو بنقولها في الاول؟ نقول لا باهي انت بتدخن على الاقل شوف اخف ضرر بيجي مره ثانيه نزيد نعطيه لازم تقول فرصه اكثر باش يزيد راجع نفسه باش الزوز سيبهم ما في من الناس شيء ممنوع مرغوب تقول الزوز لا بسكر دماغها انت قول الاخف في الاول يقول لك كذا كذا اثنين توصل نقطه يسيب التدخين نهائيا يعني انت تريد ان تتدرج معه اكيد باش يسيب المشكله لكن لا مجال للمقارنه بينهما لا مجال أكيد. للتخيير بينهما أكيد. كلاهما الزوز خطير أكيد. وكلاهما صح. محرم وكلاهما يوصل أكيد. الى أكيد. التهلكه صحيح. يوصل الى الامراض والمشاكل الصحيه المتعدده في اللي يجيك مسكر دماغه يقول لك شيء والله انا معلش والله سكر دماغه يدبر راسه سامحني نقول لك حاجه توني نعم. حضرت موقف الاسبوع اللي فات واحد جاي معه ابوه عمره 85 سنه تاع بالريه نتاعها بدرجه كبيره نسبه عافية. التليف واصل في الفص الايمن نتاع الريه نتاعها 70% وجهه اليسار 30% وروا له الصوره للحاج قال ان شاء الله نموت انا به الدخان قلت له يا حاج شوف الريه نتاعك راهو ما مش نقول احنا عندك سرطان وتليف حزادي ريته تعبه فهمها ثاني هذه المشكله وين لكن مصر طيب استاذ ساسي نريد ان نواصل في سياق حديثنا عن الاسباب التي تؤدي بالمراهقين الى التدخين بعض المراهقين لديهم بعض المفاهيم الخاطئه يعتقدون بان التدخين يساعد على التركيز ويعني يكون ملجأ للتنفيس وللراحة مكمل الشخصية تحمل الرجولة نعم طبعا هذا يأتي في غياب دور الأبوين داخل الأسرة احنا والله ما عادش نقولوا دور الأبوين سامحنا في النقطة هذه لأن المشكلة تصبح في سلوك البو وفي سلوك الأم لأن معلش يعني القناة التربوية احنا نسموها فيها ولا العجلة التربوية ولا يعني بصراحة فيها خلل كبير من خلاص نعم. عندما تجي العيل قاعد يدخن ما ليش تلوم عليه لما جيت كان انا ابوي يدخن خالي يدخن عمي يدخن بقوم بتحل المشكله انت باش بتحل معظم تحل المشكله جاي من البدايه نتاعها علاش دخن العيله هو اني لما فتح ندير حمله على الموضوع المخدرات والتدخين في بعض المدارس كلمتني اخصائيه قلت لي معنا ولدي قال صفصال يدخن لما قعدت انا وياه كلمتها قال لي مش انا ندخن كلهم يدخنوا مش انا بس كلهم قال لك يدخن ياخذوا فيها كذريعه كتيار ماشيين فيه اشبح اصحابه وحبابه اللي معاه يدخنوا بيمشي معاهم نعم جماعه ترى نفس القصه كما تدخنش انا ماكش راجل بلا مؤاخذه ندخن كذا خايف ترى جرب ترى كذا مو معلش نسموا فيه هذا نسموا فيه تاثير الاقران وهذا راهي مشكله راهي مشكله كبيره جدا جدا معلش مثلا انت ماشي في مع جروب معين الجروب هذا ما تمشيش مع مسلك نتاعهم ولبسهم واسلوبهم ما تقدرش تعيش معهم هم حتى نفس القصه طبعا. انه لازم بيعلموه هم مثلا زي ما حد بيقنعك في مثلا الطاسه هذه بتاخذها مرش بتاعها كويس صناعتها باهيه كذا هذا نوع من التاثير نفس القصه نعم الناس اللي بيخلطوا هذا من معاها الصغار حتى راهي مشكله راهي كبيره جدا جدا تعطي الاسباب راهي قويه طبعا. ومؤثره 100% ان تخلي المراهق والطفل حيجرب التدخين موضوع الردع من بو والام في غياب الاب والام خاصه البو المتحجج اني لازم نخدم صبح وليل الام نفس القصه بين منظومه التربويه صفها ضعف لان منظومه التربويه مش متوقفه على البو والام ورا في بو وام يربوا وفي تلفزيون يربي والنت يربي والشارع يربي والصحاب اللي مش كويسين يربوا هذه كلها حتاثر لي على اخلاق الولد واخلاق البنت بدرجه كبيره طبعا اي السنوات العمريه والفئات العمريه اكثر مدخنين يعني كويس احنا درنا زمان دراسه
كانت مع الدكتور محمد شنكادة بارك الله فيه، تمنيت اليوم خش معنا في البرنامج نفسه صراحه، هو اللي كان يشتغل الموضوع هذا خاصه البرنامج القومي اللي ندير مركز وطني في مرض ساريه بخصوص مكافحه التدخين. نعم. اشتغلوا شغل كبير في 2007 2008 اشتغلت معهم شويه، وكان شغل درناه في 2002 وفي شغل بدينا فيه في 2012 و2013 كنت معهم واشتغلوا معهم جماعه الكشاف الاحمر صراحه نشكرهم على الجهد اللي بذلوه معنا. تفاجأنا ما درنا برنامج، كان برنامج اكثر شيء احنا اتجهنا مدارس الابتدائيه شق الاول والشق الثاني، نقصد الابتدائي واعدادي، ومشينا مدارس الثانويه. نعم. لما مشينا المدارس الابتدائيه ركزنا من صف الرابع لصف السادس، لقينا في صف الرابع الحالات توصل 2-3 في الالف، يعني عدد بسيط. لما جينا صف الخامس لقينا الرقم اكبر شويه 2%، صف السادس لقينا 6%. المشكله لقينا كبيره وين؟ في جماعه الاعدادي وصل الارقام من 15-20%، لما جينا الثانوي وصل 40-45%، هذا نقص خطر يعني. نعم. اذا كل ما يكبر في تزايد، اكثر في تزايد، في تزايد مع التقدم في العمر وفي السن. اكيد. يعني عند الاطفال الثانوي هم اكثر من الاعدادي، اطفال ابناء الاعدادي و الاعدادي اكثر من صف الخامس المرحله الابتدائيه الشق الاول. عاده اي الاماكن يرتادونها لتعاطي التدخين؟ اكثر شيء المقاهي بالنسبه للاطفال والمراهقين. أقصد المقاهي، اكثر شيء المقاهي اللي مفروض في صحوه اعلاميه في المجتمع الليبي تربويه ومجتمعيه فرض تندار. معقول يعني عيل صيف اصمقها يرقل لي مع ناس كبار، او المقاهي نتاع الانترنت والمقاهي نتاع القهوه والشاهي والنسكافيه المكياطه تلقى فيها اطفال مدخنين؟ حتى الانديه الرياضيه للاسف الشديد تلاحظ فيها الاشياء زي هذه، المفروض لازم يكون في ردع بخصوص الموضوع هذا، يمنع فيه وكان بضريبه ممنوع تخش انك تدخن. انا مره في واحده من المقاهي بتاعت يلعبوا في البلياردو الفصه، يعني استغربت يعني قرب تصب المطر من الدخاخين ومنهم صار صغيرين، كلمت من القهوه قلت له حط لي، قال لي كذا نمنع من التدخين، ما عادش يجي حد ينظر المنظور الربحي اكثر من المنظور الصحي للعيل نفسه. حتى سامحني في النقطه هذه، محلات بتاعت التدخين في طرابلس اكثر محلات مواد غذائيه. معقول اجيك عيل صغير يجيب سبسب السبسين، يعني حتى ما يسهلوا فيه الموضوع هذا. انت حتى البول يبعث لولده الدكان برا يجيب لي دخان، انت كانك تقول تعلم الدخان لولدك، لما غوض يجيك بسبسي تضربه مو لعب في البو صح ولا طبعا. حتى المحلات اللي تبيع لك بالسبسي وبالاثنين وبالثلاثه هي تشجع، نفس القصه سباسي باربع وثلاثه سباسي بخمسين قرش، هذا الشيء ده موجود ومتحصل يتحصل للمراهق. نعم. نريد ان نتحدث على السلوكيات الناتجه عن التدخين، السلوكيات السيئة والسلوكيات السلبية الناتجة عن التدخين عند الأطفال والمراهقين، ما هي أبرز هذه السلوكيات؟ والله أكثر سلوكيات عندهم التوتر، العصبية والعدوانية. تعرف النيكوتين طبعا يسبب هشاشة في الجهاز العصبي، كان بنتكلم عنه من ناحية صحية يعني وطبية. عندهم التوتر، الانفعالية، العصبية تلقى عند الناس أهمها، المراوغة بصراحة، الكذب ممكن هو ممكن 70-80% مسألتهم وقعوا في مشاكل سرقة، ممكن يخنب من بو يخنب من أمه باش يوفر الدخان أو قرص الدخان، وهذا الشيء راهي موجود. معلش قبل ما ننسى في نقطة مهمة، خلاص راهي معظم الأطفال يبدوا بالنفرة، ما يدركش بالدخان، لأن الدخان يعتبر مادة فاضحة بيشموا صنطة دخان وحوايج دخان، يدرك بالنفة هي الأولى، فيها صنطة لا لون لا شكل، وبيدبغها في فمها وبيستحلبها وبيمشي عليه حالة. هذا راي موضوع خطير. اللي مشيت مدارس إعدادية، شو بنقول لك، مشيت في حملات تفتيش في 2004 2005، مانيش عارف السنوات الاخيره منعونه من خصوص الموضوع هو، قلت لا والله بالعكس انا كيف نفتش على الصاف مش نضربهم نعاقبهم، على الاقل نقعمز انا وياهم باش نفهم شنو المشكله. نعم. في بعض المدارس كنت مدرسه جاي بنعطي بنفتش مدرسه بنعطي محاضره، قلت لا اعطي محاضره ما نفتش مدرستي يخاف على سمعته، قال شيء ما عنديش حلف وقسم، قلت انا عندي طرق معينه نجيب لهم شيء. هذا يمشي مدرسه اعداديه نفكر في منطقه ما باش نذكر الاسم، يعني فيها حوالي 500 طالب بيقروا في اعدادي واولاد وبنات يقروا، نروح به بورزه معبي فمها بالنفه. استغربت وسوقوا فيها صغار فصل مثلا نفه يبيع فيها النفه، لقينا جا 4-5 كلميسات مخلطات بالحشيش، وموجود الشيء هذا موجود. انت ممكن تغطي الشمس بالغربال يقولوا فيها، انت على الاقل ما تجي تفتش وتعرف شنو في المشكله، هو الضرب واللزان غلط، انت اكتشفت عنده مشكله قامز معه وحاور تعالج هذه المشكله، لا أكيد. تعالج بطرده من المدرسه اكيد، وهذا هم المسلك يديروا فيه، يفضحك العيل يفضحوا به ويجيب امه ويجيب بوت تصير مشكله كبيره، يدخلوه في مشكله اكبر من هيك، يحاول انه ينتقم بيزيد يتعاطى بيزيد يدخن. وهذا الكلام قالوا لي المراهقين بصفه عامه، لما درت برنامج على المراهقين اللي يدخنوا وصار صغيرين، قال احنا كيف يكتشفونا؟ اول شيء فضيحه تصير في المدرسه، فضيحه اجتماعيه، ان فلان يدخن صفته ونعته. نعم. ما يجوش يلمون الموضوع لمان بالمفاهمه، وهذا راهي موضوع خطير بصراحه. النفه راهي متوا احنا في السنوات الاخيره انتشرت انتشار راهي كبير جدا جدا، وطرابلس مقسمه تقسيم سبحان الله، خاصه المنطقه الغربيه من طرابلس
منتشرة فيها النفة انتشار رهيب. لما جيت المنطقة الشرقية من طرابلس ناقصة شوية، المقصد بها منطقة سوق الجمعة وفشلوم والهاني والظهر والسندينة ناقصة، هي وين متركزة؟ منطقة غرب طرابلس، قرجي وقدح والدريبي وتشعال وقرية البوعيش، كان متركزة أكثر. مانيش عارف تقول هي تضاريس من جغرافيا، ما فهمتش القصة ما فهمتهاش. حتى الرقيلة حتى في مناطق معينة فيها الرقيلة ومناطق معينة فيها الدخان. مقسمة الحكاية يعني. نستأذنك أستاذ في هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله. كل بالخير وفيها يبقى حياتنا غير، لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. معظم مشاكلنا مع قربنا واصحابنا واحبابنا تقع بسببين، الاول ان احنا ما فهمناش قصده، والثاني انه ما كانش يقصد. والحل بخطوتين، الاول ان احنا نستفسر عن قصده، والتاني نحسن الظن به. ربي تكرر الحل في سورة الحجرات فقال: فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والخلاصة كان خان التعبير، المفروض ما يخونكش التفسير. أسعدكم الله في الدارين. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. السلام عليكم. وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع التدخين وخطر الإدمان على الأطفال والمراهقين. أجدد التحية لضيفي الأستاذ ساسي موسى، اختصاصي الإرشاد النفسي وتعديلي السلوك. كنا قبل الفاصل نتحدث عن سلوكيات الأطفال والسلوكيات السلبية التي صارت عند بعض المراهقين وبعض الأطفال لتعاطيهم الدخان والسجائر. هل تعتقد أن هناك سلوكيات عند الأطفال، سلوكيات معينة تساهم في تعود هذا المراهق وهذا الطفل مستقبلا على سجائر؟ أكيد في عدة سلوكيات، عادة وضع القلم في الفم مثلا، نص الإصبع، فيها بدايات. أنت لو حطيت الصبع على الجرح، يعني شو بنقول لك، 90% من تعلم التدخين شخصية فمية. من أنشأت شخصية فمية؟ تنشأ في منذ الولادة. تنشأ هو الطفل فرض أمه طفتنا لما واحدة مبتدي أو من حليب الأم مفروض عام ونص سنتين، لكن باستخدام انك اللهايه او الزلباحه استخدام مفرط باش تسكته وباش بيرقد وباش بيهربوا عليه وباش بيلها، لما بيجي بيكبر بيحل الصراع متاعه بنفس القصه، بيزعل بيدخن، قالك في الطابور بيدخن، مساج عنده شغل بيدخن، تعارك مع هذاك بيدخن، نفس القصه. لان السلوك ينشا من الصغر، انك دم صغر عودته ان عنده لهايه. نعم. وفي تلقى عندهم حكايه الحطان الصبع فصل الفم، القلم فصل الفم، العودان فصل الفم، هذه كلها اساليب تشجع او تساعدنا في المستقبل او يبني لازم فيها ارضيه خصبه باش يكون من المدخنين. لاني يعني درت دراسه بحث في الموضوع هذا ودققت فيه زي ما قلت لك، وهذا طبعا اشار له طبعا من علماء النفس فرويد كما نتكلم عليه، نسمى احنا شخصيه الفميه تعادل شخصيه الشرجيه وحاجه زي هذه. هذا كله ينشأ في المستقبل ان الانسان ممكن يكون قريب انه يستخدم المكيفات هذه اللي هو التدخين. وهذا راي موضوع راي خطير جدا، المفروض الاهل ينتبهوا له. لما تلقى عيلك الصغير عمره 3-4 سنين او 5 سنين ديما يحط الحاجات في الصم، هذا راهو مؤشر راهو خطير. انه بيكبر يصبح اي شخص حاجه في صمه ويستخدم فيه يصبح من السهل انه هو يتعرض لاشياء زي زي المخدرات. نتاع الاقراص المخدره، معظمهم ياخذوا الاقراص المخدره. لما سالناهم زمان قال لك احنا في الحوش ال 24 ساعه شوفوا مولينا متعودين ياخذوا في الحبوب، اللي راسه شوفوا ياخذ حبه، بطنه ياخذ حبه، تعودوا. لما كبر يستسهل انه ياخذ حبه المخدرات، نفس المعادله يعني. نعم. نعود للتدخين السلبي.
الآن بعض الأطفال يتعرضون لدخان السجائر داخل أسرهم لأن بعض أفراد هذه الأسرة من المدخنين، ما خطورة هذا الأمر على صحة هؤلاء الأطفال؟ بكي أشاهد دكتور علي التركي وطبعا زميلنا في مركز أحضر رسالة بارك الله فيه، ويعتبر الناس بصراحة يشتغل في شغل كبير بصراحة ونشكر عليه في مرض الساريه، مش انه تقول ساسي يعني زميله يشكر فيه صراحه، كل انسان معروف بالشغل نتاعه صراحه بارك الله فيه يعني. التدخين السلبي خطير جدا جدا، انت كيف تدخن سبسي كامل وحد في جنبك مقعمز كان في مكان مغلق كانك انت دخنت سيجاره الا ربع بمعدل يعني. الاطفال يكون اخطر شويه زي موتور السياره، لما السياره تكون جديده موتورها صحيح صح ولا ويشتغل كويس طبعاً. لما تكون قديمه موتورها قد الحال الضخ يكون فيها ضعيف والخروج هواء يكون فيها ضعيف وتكون شايف من داخل الرسبات ومسكره، هذا عيل صغير في طور النمو حيستنشق كميات كبيره حيستنشقها، النريه قاعده جديده وقاعده طازه ما فيهاش شيء، حاجه مغلوقه من داخل او مسكره او متليفه، حياخذ لك كميه كبيره، خلي عاد المشاكل اللي تصير للعيل سواء كان في جهاز التنفس العلوي سواء كان السفلي نقصد بالرئه والقصبه الهوائيه اللي من داخل. نعم. وخلي مشاكل تاع العيون بصفه عامه يعني ليه عده مضار وخطير جدا جدا، وهذا شيء ما هوش مضبوط. وصبح ما عادش حتى يدخن، حتى الامهات تدخن، ممكن النساء تنقف في نقطه لما درت دراسه تفاجات في هل الناس يدخنوا من النساء في ليبيا من موظفات يدخنوا وفي امهات يدخن، وخاصه درت عاد ترقيله في مقاهي انتشرت سريه في ليبيا خاصه بالنساء يدخنوا في الرقيله، هذا موضوع خطير تكلمنا عليه فرد دول عليه. هو العديد من المراهقين يقولون بانهم اعتادوا على رائحه الدخان اكيد منذ نعومه اظفارهم واعتادوا انشاق هذا النوع من الدخان، حتى ما تكون الامرأة حامل فطنة في جنين وتستنشق الدخان من جوزها ولا هي مدخنة خلاص العيل ينجاب لك عنده حافز انهم تعود الشيء هذا وحيستخدمه او يتطرق له. نفس القصة لما الطفل يتعود الدخان مرة واثنين ثلاثة أربعة ويستصيغ المادة دي نفسها ما يعني من سهل انه ينجاب او يمشي لي مشكله اللي هو التدخين نفسه، هذا صح موضوع. نعم. سهل يعني للاسف الشديد. طبعا ينضم الينا الان عبر الهاتف الاستاذ فتحي لاغا وهو المتحدث باسم وزاره الشؤون الاجتماعيه فرع مصراته. ارحب بك استاذ فتحي، مساء الخير. اهلا وسهلا بك وكل الاخوه المستمعين ضيفك الكريم. نعم أستاذ فتحي، مشكلة التدخين لدى الأطفال المراهقين ليست بدعا في الواقع، وكثير من الأسر لا تدرك المخاطر الناتجة عن إدمان الأطفال والمراهقين على التدخين، كيف تتابع هذا الأمر؟ هو في الحقيقة نرحب بكم ونشكركم على هذه الفرصة. أنا الحقيقة أنه نحن من ناحية اجتماعية نساهم بشكل كبير جدا في يعني نساهم بشكل كبير في إدخال الأطفال في هذه المتاهة، متاهة التدخين. نعم. يعني نجد أن التربية الصحيحة التي يجب أن يربى عليها الطفل نحن نفرط فيها بكثير من الأحيان، لا نهتم بشكل صحيح بإنشاء الأطفال بالتنشئة الصحيحة من خلال عدة أمور تؤدي إلى التدخين بشكل طبيعي وليس معناه يعني بشكل طبيعي، يعني تلقى الولد متجه إلى التدخين من خلال سلوكيات بعض أفراد الأسرة أو سلوكيات المجتمع اللي هو عايش فيه. من أهم هذه السلوكيات يعني لما يجي الطفل في مرحلة صغيرة جدا ويجي أبوه يبعث يقول له عاد نجيب لي بطاطس دخان، ونشوف أبوه يشرب في الدخان بشكل كأن هذا الدخان شيء ممتع وجميل أمام ابنه، وهو يعلم تماما أن الابن ينظر إلى أبيه كمثل أعلى في هذه الحياة. نعم. فإذا أنت بدأت بالخطوة الأولى حين أرسلته إلى المحل ليشتري الدخان مثلا ولم تظهر له يعني مخاطر هذه الصنف أو هذه الشيء أو هذا الشيء الذي أنت تقوم بفعله. نعم، يعني أنت ترى أن المسؤول الأول عن تعود الأطفال والمراهقين على التدخين هم الأهل. هذه رقم واحد. رقم واحد. لماذا؟ لأنهم هم من تركوا أطفالهم في الشوارع لأصدقاء السوء، هم من تركوهم، هم من بدأوا أمامهم بالتدخين أحيانا. الطفل يجد أبيه أمامه ويشرب في التدخين مدخن، وإن كان لا يدخن أحيانا لا يتابع أصدقائه في المدرسة، أصدقائه في المسجد. نعم.
نعم. طيب ما رأيك في دور المؤسسات التعليمية المدارس في نشوء هؤلاء الأطفال وتعاطيهم للدخان والسجائر؟ هذا يجي في المرتبة الثانية بعد الوالدين يعني أو بعد الأسرة، لأن المؤسسات التعليمية لها دور خطير جدا ومؤثر في الأطفال، ونحن نعرف أن المعلم هو أيضا يمثل شيء مهم جدا في حياة أو المعلمة شيء جدا مهم في حياة فيجب يجب أن يعني تعطى دروس لإظهار هذه الآفة أو هذا الشيء الخطير على الصحة وعلى المجتمع وعلى الأمور الاجتماعية، من ضمنها دروس جانبية بعيدة عن المناهج، كذلك توفير أوقات للترفيه و يعني ما نخلوش وقت فراغ من الأطفال، هذا يتم عن طريق أولياء الأمور ترفيه. يعني نعم نعم. ما دور الفاعلين في المجتمع في محاربة وعلاج هذه المشكلة؟ الفاعلين يجب الاحتكاك المباشر بالأطفال والمراهقين، أمر الإذاعة والتلفزيون الاختلاط ضعيف جدا، لأن نحن نعلم أن الأطفال والمراهقين يعني لا يهتموا بالبرامج التي تقوم بتوعياتهم بالشكل أو إرشادهم، إلا ممكن من الممكن إرشاد أولياء الأمور والاهتمام بهم. للأسف الشديد يعني ابتعاد الآباء أحيانا والأمهات عن أبنائهم بظروف العمل وأشياء أخرى كثيرة تؤدي هنا إلى أن الطفل يشعر بأنه لابد أن يثبت رجولته وأن يكون هو في مرحلة معينة يبين نفسه أنه هو خلاص كبيرة وأصبح يستطيع أن يعيش حياة يعني معناها استقلالية خاصة به، وأول حاجة يديرها اللي هي التدخين. طيب ماذا عن الحلول؟ كيف للمجتمع أن يحد من هذه المشكلة والظاهرة إن صح التعبير أنها ظاهرة؟ هي قد تصل لمرحلة الظاهرة، يعني ليست مشكلة فقط بل تصل إلى مرحلة الظاهرة، لأن المرحلة اللي هي مرحلة المراهقة من المراحل الحرجة جدا في حياة الإنسان طبعا، ويجب التعامل مع المراهقين في هذه المرحلة بشكل يعني مهم جدا لا يستهان به، لأن المرحلة سن المراهقة التغيرات الجسمانية والنفسية اللي يمر بها الطفل في انتقاله من الطفولة المبكرة إلى مرحلة المراهقة تؤثر فيه وتتغير نظرته للمجتمع من حوله، وتدخل فيه نزعات وشهوات ورغبات على القيم وعلى المجتمع. نعم. وهذا كل إنسان مر به من السابق، يعني مر به بشكل كذلك نحن يعني يجب أن نظهر الجانب الديني من ناحية التدخين، يعني نظهر بعض الآيات، وفي الحقيقة 12 دليل في القرآن و13 دليل في السنة على حرمانية التدخين، ليش ما ظهرش الطفل وولي أمره هذه الأدلة؟ نعم. إذن الوازع الديني هو من الحلول. شكرا جزيلا لك الأستاذ فتحي لاغا المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية فرع مصراتة، كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك أستاذ ساسي، هل هناك علامات من خلالها يستطيع الأهل أن يكتشفوا وأن يعرفوا أن ابنهم مدخن؟ العلامة التدخين أن الطفل ما يشتغلش مراهق وصغير قريبة من علامة تعاطي المخدرات. أول علامة اللي هي تردد المحرفين على الحوش زي المخدرات بالضبط، اللي ما كانش يقدر يدخنه بده يجي الحوش ويسلم عليه. رقم اثنين نفس القصة، نقص الشياطين من المنزل اللي تدخن في الحوش، مرة جنيه مرة زوز مرة عشرة، هذه مكرو علامات. ثالث شيء بالذات توا غلي الدخان أكيد أظن. غلي هلبة باهي، حتى النفة اللي كانت بجنيه ونص طولت برضه بثلاثة ونص وأربعة ضابط الأسعار. إيه سلام، عاد كيف؟ مالا كيف عشان جاي بنتكلم مالا كيف؟ لازم نعرف كل شيء باهي. نفس القصة عندك هذا رائحة الملابس بتاع الشخص بصفة عامة، شكل الأظافر تلقاهم يميل لون أصفر تلقاهم مش طبيعيات. ثاني شيء قلة الشخص في الشاي في الطعام مع شكل زي قبل، تلقى الإنسان اللي يدخن هواء لما يخش الحمام حتى يعطل لفترة طويلة، أو ما يخش الحوش تستغرب يخش الحمام طول يعطل فيه باش بمضمض وباش بمصمص وعاد بيبخبخ بالصناين ويغسل بالصابون باش يغطي على رائحة الدخان وما يشموش عليه. ثاني شيء ما تلاحظ ان حواجه فيهم
قطع الدخان، وكان منقبات حوجك حشيش عاد 100% في شيء نقاش. وفي نقطة لو كان نقف وسط حوايج نتاع في منقب كحول يعني إيه؟ منقبات هذاك عادي يخلط فيها بالحشيش، طاف الحشيش المادة الزيتية فيها تطلع زي الجمرة يسمى فيها همانة وتنقب الحوايج. في نقطة بنقولها مكينة قبل ما ننسى ومهمة، يعني خلاص راهي 90% من يتعلموا الدخان في سن صغيرة تعاطوا مخدرات لما كبروا، خاصة الحشيشرة. لأن أي واحد تلقاه صغير، سامحني في الكلمة هذه، يسامحوني حتى الناس اللي تشاهد فيها توا، سواء أي الصغير سواء إعدادي ابتدائي، نوض سلم يقول ما كانك الانحراف. لأن أول درجة تعاطي المخدرات راهو التدخين، لأن حيجيب ما في بعده حيجيب راه. علامة أخرى، علامة أخرى المراوغة حتى هي ممكن يخلق الأكاذيب أنه مش ما عنديش مشكلة باش أنا ندخن، وهذه أهم العلامات طبعا. طيب ردة فعل الأبوين في حال اكتشافهم أن ابنهم مدخن، احيانا تكون ردة فعل قاسية، يعني تشعر هذا المراهق بصراع، يعني يرى ان هناك العديد من المدخنين في البيت لكن هو فقط المعاقب. كويس، يعني نقول يا تكون قاسية، تو ما عادش قاسية سامحني في الكلمة هذه، اني حاضر مواقف مش كويسة وسط المدارس، يكتشفوا انه يدخن يكلم البو منكم يدخن ولدي يقلب بو المدرسة على راسه سامحني في الكلمة هذه، وندم صفتكم ونعطيكم مكرهين للولد. انت خلقت لداري انا زيدت ماده وزيد يدخن تعلم الدخان. هو صح غلط انه هو لما تلقى العيل يدخن سامحني في الكلمه هذه وجي طول تضربه وتكشخ، لا غلط، انا نقولك غلط ماهوش مضبوط. كان احنا ناس من ضربنا من ناحيه النفسيه ناحيه السلوكيه، لازم نقام زنويه نفهم شو المشكله بالضبط ونبي نعرف شكون هو المؤثر عليه. للناس من زي ما قلت بكري من 90-95% هو تاثير الاقران هم اللي خلوه يدخن راه. نعم. بيشوف شكون هو المؤثر اللي خلاه دخن، علاش قام زعما ولدك قول له قول لي شنو الاسباب خلتك تدخن، شنو السبب؟ نبي نفهم نحصل في زاويه. احنا نقول احيانا يكون الاب مدخن، الاخوه الكبار مدخنون، كما ينفعش، ويشعر هذا المراهق انه هو فقط المعاقب، يعني حلال عليهم وحرام علينا احنا. لان لو مثلا سامحني في الكلمه هذه، مثلا حد يدخن ولقى ولده يدخن وجيبوه يقول عيب عليك يا ولدي وحرام عليك، عيلك ما يقولها لكش مرتي يشبح لك شبحه، انا كانك ابوي انت تدير في الحرام تدير في العيب، يديرك بشبحه يعني بنظره. ما تقدرش انت تعالج مشكله كان ابوي يدخن اخوي يدخن، هذه صعب جدا، ممكن يخش طرف ثاني يكون مدخن. نعم، هو في الغالب حينما يكون هناك فرق بين كلام الاب وبين ما يقوم به الاب من افعال ومن سلوكيات، يعني هذا يؤثر جذريا في تصرفات هذا الطفل. حيخذها لك ذريعه وحيخذها لك حجه بيغلبك بها، يعني كنت ماكش قدوه انت شنو تنصح فيها انت تدخن يعني. طيب كيف يكون تعديل السلوك هنا يا استاذ ساسي؟ اهم شيء كان هي مشكله في البو، نعدل البو هو الاول، ولا نقول بطل الدخان خاطر ولدك، خير ما يضيع ولدك، على الاقل انت كبير تدخن عقلك في راسك. خلينا نقول فهنا مع عيال صغير راه قدامه السوق مفتوح حشيش وحبوب ومخدرات وحيجي له ايدز والتهاب الكبد يعني. طيب لو على الطفل كيف يمكن ان نعدل من سلوكه؟ على الطفل في حد ذاته، الطفل المدخن او المراهق تحديدا، لان هذه هي العاده هي منتشره عند المراهقين بشكل اوسع. كويس، هم معظمهم اذا عندهم اسلوب مراوغه والانكار، يعني معظمهم شفت من زمان سواء كان في الاحداث سواء شفت في السجون. كم ليك ما اشتغلتش عليهم استاذ؟ والله الموضوع تاع التدخين اخر مره اشتغلت عليه في 2015 اخر مره حليل. اشتغلت عليه يعني ديما قريب منه بحكم مجالي اكثر شيء مخدرات وايدز والتهاب الكبد، يعني الموضوع ورا. نعم. انا صح من الاخير كل اللي هيت مشاكل نفسيه وسلوكيه للصغار ومشاكل التخلف العقلي والتوحد والشيء اللي كنت اتكلم عليها، لكن قريب منه ما نبعدش عليه، ديما بعد عليه سنه شهرك لازم نرجع له لازم. طيب مسببنا احنا فشل في قلوبنا احنا نقولوا فيها. نعم، كيف يمكن ان نعدل هذا السلوك؟ باش نعدل هذا السلوك عند المراهق، عند المراهق هم معظمهم يستخدموا في اسلوب الامكار والمراوغه. اول شيء انت بتتكلم على مشاكل الدخان ومآسي الدخان واضرار الدخان، بعتالي تجيب له ورقه تقول له ترى اكتب لي فيها شو مشاكل الدخان شو المآسي نتاعها، باش يطلع نوع من الصراع مع نفسه. وممكن بعتالي تدي له برامج الحلقه الكبيره يقامزوا كلهم مدخنين مع بعضهم، وممكن تجيب زوز ناس كبار كانوا يدخنوا وسيبوا الدخان وجربوا الدخان. نبدا انا اول شخص نتكلم الدخان مشاكل نتاعها، يبدا شخصين يتكلم وهكذا باش نوصل نقطه معينه نتفقوا فيها كيف نسيبوا المشكله. احنا نسموا فيه العلاج الفردي او العلاج الجماعي نسموا فيه، وهذا لقيتها افضل اسلوب نستخدمه في المدارس. في نقطه بنقولها قبل ما ننسى معلش سامحني ونختم بها. كويس، انا زمان كنت ندور في المساج نعطي في محاضره المساج قبل الجمعه، ناضلي شيباني هو طبعا حسب ما سمعت انه توفى ان شاء الله ربي يرحمه، عمره اللي قارب 90 سنه، قال لي يا ولدي انا اذا قريت لا تعلمت ولا نعرف نكتب ولا نقرا، عرفت الدخان حرام من حاجتين. قلت له شنو هما يعمل حاج؟
طبعا الكلام اللي قالها لي انا وقالها مع زميلي دكتور جب بجناح، قال لي الحاجه الاولى، قال لي عمرك لقيت حد دخن؟ قال بسم الله وكمل، قال الحمد لله. قلت له ابدا يا عمي الحاج. ما قلتش الحاجه الثانيه، قال لي عمرك لقيت حد بلا مؤاخذه وسامحوني الناس التصنطيه، عمرك لقيت حد خاش الحمام ياكل فيه خبزه ولا ياكل فيه تفاحه ولا ياكل فيه بناني ولا ياكل فيه خوخ؟ قلت له ابدا. قال لي ايش معنى يخشوا في الدخان يدخنوا؟ ان في الحمام يدخن، في الحمام يدخنوا، قلت له بيت شيطان وبيت رجس والعياذ بالله. قال لي مهزوز اقتنعت ان الدخان حرام 100%. وفي حاجه قالها لي جدي زمان الله يرحمه، نفس القصه، كانت منطقه غريان ورشفان كان يغرسوا في الدخان، كان يغرسوا معروفه كانت حوايز دخان. قال لك الخروف بلا مؤاخذه او البهيمه الحيوانات يضرب الجوع مستحيل ياكل لك من الدخان، حتى من حل الوشوش البعوض سبحان الله مستحيل يوقفك على الزهره نتاع الدخان. هذا شيء علمي قالوا ناس قبل واكدوا عليه حتى العلماء، يعني لان الدخان خبيث والله جل وعلا احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. صحيح. شكرا جزيلا لك الاستاذ ساسي موسى، اختصاصي الارشاد النفسي وتعديل السلوك. بارك الله فيك. شكرا. الشكر موصول لكم انتم مشاهدينا على كرم المتابعه. بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقه هذا المساء، لكم مني اطيب المنى، السلام عليكم ورحمه الله. تملى بالخير وفي سابق الطير ونجاري هو نطير، آمنا بتغيير شباب.